بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صباح جديد من قناتنا المباركة. إن شاء الله بنقدم النهاردة في من خلال برنامجنا أستاذ في الطب حلقة جديدة من خلال ضيفنا الكريم اللي هقدمه دلوقتي، حلقة بعنوان المناظير الجراحية. طبعا كلمة المناظير الجراحية كلام كتير حواليها، في ناس مش عارفة ايه الفرق بين المنظار الاستكشافي والعلاجي والجراحي وحاجات كتير. هيكون معنا في هذا اللقاء الطيب ونجم هذا البرنامج الدكتور احمد يحيى، استشاري الجراحة العامة والمدرس بكلية الطب بالقصر العيني جامعة القاهرة. برحب بيك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا، شرف اللقاء دائما. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور احمد؟ الله يبارك فيك. الحمد طبعا زي ما بيقولوا المناظير هي عبارة عن صيحة في الطب، والمناظير حلت مشاكل كتير جدا جدا، والمناظير استعاضوا بيها في عمليات جراحية كتيرة جدا جدا عن الفتح والغرز الكتير والجروح والقصة دي كلها. ولذلك بنقول انتبهوا أيها السادة والسيدات لفهم كلمة المناظير، ونتعرف بقى على المناظير المتعلقة بالقولون، المتعلقة بالزايدة، المتعلقة بكذا وكذا، وهناك الكثير من الموضوعات. دكتور أحمد، ماذا نقول في بداية أو مطلع الحلقة؟ اتفضل حضرتك عن المناظير. الحقيقة المناظير دلوقتي بتفرض نفسها كواقع جراحي غير في حياة ناس كتير، وبدل ما كنا هنخش في مشاكل ومضاعفات أثرت على الناس سكة كتير قللت من المشاكل دي. المناظير ما هياش ولدت اللحظة، ما هياش صيحة جديدة، ولكنها أحدثت صيحة دلوقتي في الطب. المناظير لما بدأت من أوائل القرن العشرين، بدأت كتجارب لحد ما بقت واقع ملموس في أواخر القرن العشرين. سنة 1989 بدأوا إنهم يدخلوها في عملية منتشرة جدا دلوقتي، استئصال المرارة بالمنظار. وكان الهدف منها إن احنا نقلل الجرح على المريض، نقلل المضاعفات المحتملة، نقلل المشاكل اللي هو نفسه بيعاني منها كألام بعد العملية، وفي نفس الوقت إن احنا نوصل لأداء جراحي راقي، وإن يبقى مش بس إن احنا هو اسمه منظار، يعني المفروض إن احنا بنبص بيه، بنشوف بيه كل حاجة جوه. ولو ما حققش هذا الهدف يبقى ملوش قيمة، أو القيمة الأساسية اللي هي الأمان مش متحققة. فكان لابد إنها تحقق هذين الشرطين، اللي هما من ناحية إن هي فعلا منظار بيستكشف جوه كويس وبيشوف كل حاجة، وتبقى أوضح كمان من العمليات الجراحية التقليدية، وفي نفس الوقت إن هو يبقى بالنسبة للمريض فيما بعد يكون أقل مشاكل، أقل مضاعفات، زي ما إن شاء الله هنبين دلوقتي. تمام. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث موصول حول موضوع المناظير. طبعا ده الحلقة اللي أعدتها لنا مدام نورهان. طبعا فعلا في كلام كتير عن مثلا في ناس عندها مشاكل في المرارة، في ناس عندها مشاكل في الزايدة، في القولون، في المستقيم، في حاجات كتيرة جدا جدا، في ناس عندها ارتجاع في المريء. كل الناس اللي عندها مثل هذه المشاكل ممكن جدا متابعة هذه الحلقة، وهناك طبعا بيكون أرقام خاصة بالقناة للتواصل اللي عايز يسأل أو يستفسر أو يتواصل عن أي شيء إن شاء الله من خلال الدكتور أحمد يحيى بنجيب عليه. طيب دكتور، لو إحنا قلنا مثلا اتكلمنا عن المناظير بالنسبة لعملية المرارة، يعني المرارة كتير قوي عندهم ناس مشاكل مرارة وكانت بتستوجب فتح كبير زمان والكلام ده كله، هل النهاردة المناظير لها دور في المرارة؟ اتفضل يا دكتور. المرارة استئصالها دلوقتي بقى رقم 1 و2 و10 بالمنظار. بالمنظار ولا نلجأ للحل الجراحي التقليدي إلا فيما نظر من الحالات. نعم. الفرق ما بين الاثنين فرق شاسع. فرق شاسع بالنسبة لنا احنا كجراحين، وبالنسبة للمريض بعد العملية. نعم. حتى بالنسبة لدكتور التخدير أثناء العملية الدنيا بتبقى أسهل طبعا جدا لما تبقى بالمنظار. المنظار بالنسبة لنا احنا كجراحين بيورينا سواء المرارة أو ما حولها من البطن أوضح بكتير، وبيسهل علينا كتير من الأحوال في الدخول وفي الخروج، وهو ده الأهم بالنسبة للمريض. المريض محتاج إن هو يبقى الجرح بتاعه بسيط،
الجرح البسيط ده، تخيل حضرتك ان انا زي ما هفتح زي ما هقفل، اللي هيتقفل بغرزة غير اللي هيتقفل ب30 غرزة. الغرزة الوحيدة الواحدة بتبقى مؤلمة جدا احيانا، فما بال حضرتك ب10 غرز او 20 او 30، كل واحدة فيهم بتمثل جزء من الألم للمريض بعد العملية، لدرجة ان في بعض الاحيان الفتح لو كبير جدا، مش بكلم عن المرارة بالأخص ولكن بصفة عامة. الجرح لو كبير جدا المريض بيبقى محتاج بعد العملية انه يتحط على الأكسجين، بحيث ان هو مش قادر من كتر ما الجرح مؤلم انه ياخد نفسه للآخر. الكلام ده ما بيحصلش في المناظير. المضاعفات اللي ممكن تتشاف من الجرح الكبير تلاشت، بقت تقريبا مش موجودة ومش بتتشاف. ان يحصل التهاب بسيط في الجرح، ان يحصل التهاب اكتر ويبقى فيه شوية صديد، ان يحصل فتق جراحي مطرح الجرح، ما هو الجرح ده بقى جزء ضعيف من ولو الجسم. ولو مريض سكر ما يلمش الجرح ويحتاج مجهودات كبيرة وانتبيوتك وحاجات كتيرة بيحصل. نعم اكيد تمام. ان هو يقعد في المستشفى، المريض انه يقعد في المستشفى، هو محتاج هنا يقعد قد ايه ومحتاج هنا يقعد قد ايه؟ ده اللي انا كنت اساله فعلا. هنا هيقعد 24 ساعه، وبعض الاحيان ما بيكملهمش لما بيعملها بالمنظار، في حين ان احنا لما كنا بنعملها بالجراحه، ولما بنلجأ حتى الان ما قدمناش غير كده، ان احنا للحل الجراحي التقليدي ده، ممكن ان هو يقعد 3 و4 أيام بعد العمليه. ان هو بعد كده الغيارات بتاعته، فك الغرز بتاعته، المتابعات بتاعته، هل هو بيتابع بنفس المعدل؟ اكيد لا. المريض اللي بيعمل بالمنظار، بيعمل سواء استئصال المراره او غيره بالمنظار، بيجي لي مره وبعديها باسبوعين وما بيشوفش وشي تاني. اما المريض التاني لو الدنيا ماشيه معاه كويس وما حصلش اي مشاكل في الجرح، بشوفه مرتين في الأسبوع لمدة 3 أسابيع أو ما شابه. فرق شاسع. طيب إذا حضرتك أو الدكتور هنا بيقول إن إن المنظار الجراحي مثلا في المرارة على سبيل المثال أو استئصالها، هو عبارة عن 1 و2 و3 و4 و10 المنظار، فيما نظر إن أضطر أفتح للمريض الفتح. بالظبط. إيه هو بقى فيما نظر؟ إمتى أفتح للمريض اللي هو التشريط الجراحي مش المنظار؟ اولا احيانا القرار ده بيتاخد داخل العمليه، داخل العمليه او اثناءها، اثناء العمليه. اثناء العمليه لو كانت في التهاب شديد مخلي في التصاقات حوالين المراره مع اجزاء مهمه زي الاثنى عشر او القولون، بما ان هو ما مش قادره يعني ما ينفعش انها تتفك بالمنظار. نعم. او في بعض الخطوره على المريض ان انا افكها بالمنظار، لان اغلبها برضه 70% منها بيتفك بالمنظار، لكن ال 30% الباقيين لو فيها خطوره اكيد هختار الامان عن ان اكمل بالمنظار. نعم. فده اختيار مهم. احيانا بيبقى الاختيار ده او القرار ده بيبقى قبل العمليه. في بعض المرضى ما يتحملوش المنظار. المنظار ده للي يحب يعرف ان هو بيبقى فيه جهاز بيحقن هواء جوه تجويف البطن. بحيث ان هو البطن تبقى مليانه هواء والالات تقدر تخش بامان لحد ما تأدي وظيفتها وتطلع تاني بامان والهواء يطلع وراها. تمام. احيانا المريض يبقى عنده مشاكل في التنفس، ما يقدرش ما ينفعش ان هو يحصل له حقن هواء في البطن. عنده مشاكل في التنفس، بتعرفها اثناء العمليه ولا هو بيقول لك شفوي انا عندي مشاكل في التنفس ولا ايه بالظبط؟ هو ما فيش حد بيخش كده على طول، احنا بنعمل شويه فحوصات وبنبقى مطمئنين. نعم. وبعرف التاريخ المرضي بتاع المريض. نعم. وبفحصه. كل الكلام ده لو فيه حاجة عرفتها من التاريخ المرضي أو من الفحص بتاعي أو من الفحوصات الأشعات والتحاليل اللي بطلبها. نعم. شككتني، أنا بكمل في السكة دي، بعمل له أشعات أكتر. نعم. لحد ما أعرف إذا كان فعلا عنده مريض في الصدر ومريض صدر ولا لا. هل مريض القلب أو مريض الصدر أو حساسية الصدر
يصلح معاه مع عمليه المنظار ولا دول بيستبعدوا من المنظار؟ لا يستبعدوا، لا يستبعدوا، لا يستبعدوا، لا يستبعدوا. لكن في بعض هذه الامراض بعد استشاره استشاري قلب او استشاري صدر، نعم، لو قال لا حقن الهواء ممكن يكون في ضرر عليه، يبقى في الحاله دي لا، اكيد لا. تمام. يعني لو في حساسيه صدر او مثلا حد عامل دعامات او حساسيه الصدر عاده حساسيه كحساسيه عمرها ما بتمنع، لكن بيبقى في مشاكل اعمق احيانا في الصدر، وهي دي، ودي بتبقى حالات مش كتيره ابدا. تمام. بالنسبه للقلب، وده الشائع ان هو يعني الناس كتير من اللي هم بيبقوا عاملين دعامات في القلب او عاملين قلب مفتوح وتعرض لعمليه استئصال مراره او زايده او ما شابه ذلك، هل فكره المنظار بالنسبه له مستبعده علشان عمليه الحقن بتاعه الهواء في البطن ولا مش مستبعده؟ مفيش تعارض حضرتك، مفيش تعارض، ولكن في محاذير تتاخد وفي ادويه بتتاخد وتتوقف في مواعيد وترجع تاني في مواعيد. تمام. فان احنا نمنع تماما ده مش موجود الا في حالات قليله جدا. تمام. جدا. نعم. لكن ان احنا نبقى واخدين بالنا ونبقى حريصين ان فلان عنده كذا يبقى بياخد كذا مكان كذا. تمام. يعني دكتور التخدير وهو بيديله البنك بيبقى عارف ان هو بيديله ايه وما يديلوش ايه. نعم. ان احنا وقت العمليه بتاعنا يبقى قد ايه وما يبقاش اطول منه. نعم. وعلى فكره احيانا بتبقى ادويه البنك لما هو ياخدها في الفتح الجراحي التقليدي. تمام. اللي هو ممكن ياخد وقت اطول في الفتح والقفل. نعم. بتاع البطن نفسها. ده ممكن يبقى اكثر خطوره على المريض. نعم. من المنظار اللي ما بياخدش وقت عاده. يعني اللي هو عامل الوقت نفسه. عامل الوقت. عامل الوقت بيفرق مع المرضى. نعم. دول جدا. نعم. والمنظار لا شك انه بيلخص هذا الوقت. تمام. هنا بقى في نقطه واثنين وثلاثه عشان الساده المشاهدين اللي متابعين معايا، انا بمثل المشاهدين هنا، حضرتك انت بتقول ان هي عباره عن كاميرا بتخش جوه داخل تجويف البطن اللي مملوء بغاز معين. تمام. وفتح للدنيا علشان ما يخبطش في الاعضاء او. تمام. ما يعملش مشاكل في الاعضاء وفي نفس الوقت ابقى شايف. هل هي نفس المنظار اللي فيه كاميرا شايفه هي اللي بتقوم بعمليه الجراحه ولا بيبقى فيه منظار اخر من فتحه اخرى؟ الكلام ده كله حضرتك، هو العمليات الجراحيه عموما عباره. نعم. عن منظار اللي هو الكاميرا. وبيبقى فيه الات. نعم. الآلات سواء إنها دخلت من نفس الفتحة بتاعة المنظار. ده خيار. أو دخلت من فتحات تانية. نعم. صغيرة لا تتعدى عقلة الصباع. نعم. وأحيانا تبقى أقل بكتير من عقلة الصباع، يعني ثقب صغير بالضبط. من أنحاء أخرى من البطن. نعم. وده الشائع. وده اللي الغالبية العظمى بتستخدمه لأن هو أفضل وأوفر، اوفر على المريض. نعم. وفي نفس الوقت ان هو ان هو لا يمثل مشاكل، ما فيش فرق جوهري ما بين الطريقه دي والطريقه دي، لكن في النهايه المفهوم واحد، مفهوم ان الاله مختلفه عن المنظار. من كلام حضرتك، امتى الجراح يستخدم ثقب واحد يدخل منه المنظار الاستكشافي والات الجراحه، وامتى لا ياخد مثلا اكتر من ثقب؟ يعني متى يحدث هذا؟ دي بترجع للجراح. بناء بترجع على بترجع للجراح وبترجع للمريض. نعم. المريض اللي بيقدر ان هو يوفر التكنولوجيا الاعلى. اللي هي مكلفه اكتر. نعم. طبعا ممكن ان هو يعملها، لكن كل حاجه ليها ميزاتها وليها عيوبها. تمام. يعني الفتحه الواحده بتبقى لو هو هيشتغل الجراح هيشتغل للعملية دي من فتحة واحدة، أكيد الفتحة دي هتبقى بتدخل المنظار وجنبه آلة يمين وآلة شمال، يعني هتبقى الفتحة أكبر. تمام. هنرجع تاني لشوية مشاكل من اللي كنا بنقابلها مع الفتح التقليدي. تمام. فإذا إن احنا نوزع الجرح على أنحاء مختلفة من البطن، ثلاث نقاط مثلا، ثلاث نقاط أو أربع نقاط. نعم. هيكون أفضل بكتير وأحسن للمريض. نعم. انه حتى مش هيحس بجرح بعد العمليه. تمام. لان لما يبقى الفتحه في فتحه نص سنتي. تمام. وفتحه ثانيه نص سنتي. نعم. وفتحه ثانيه سنتي. نعم. السنتي هي الوحيده اللي هيبقى واخد فيها غرزه عميقه جدا. نعم. الغرزه العميقه دي هي دي اللي ممكن يحس بيها شويه. نعم. لكن اكيد لو انا فاتح فتحه 5 سنتي او مش 5 سنتي، ممكن تكون اقل شويه. نعم. وبدخل منها 3 الات، اكيد دي هتبقى محتاجه غرز عميقه اكتر، وهي دي اللي هيحس بيها اكتر. فهرجع تاني أداوي نفس المشكلة بتاعة الجراحة. فتفريق الجرح على أكثر من نقطة أكيد هيكون أفضل.
لو اتكلمت بشكل براكتيكال عملي اكتر في مثلا وليكن استئصال المراره، بحتاج الى منظار الكاميرا وبحتاج ايه تاني لادوات عشان يتم الاستئصال ويتم السيطره على بعد الاستئصال حتى لا يحدث نزيف ويتم انهاء العمليه بالكامل، بحتاج كم ثقب، بحتاج ايه الادوات، الكلام ده كله. ما بين فتحتين الى ثلاثه. فتحتين لثلاثه. نعم. بتبقى كافيه جدا وبتبقى ان شاء الله بتبقى سريعه جدا. نعم. وده بيبقى كافي لتحقيق الامان ولتحقيق الرؤيه الواضحه ولتحقيق ان احنا العامل الوقت لانها بتوفر برضو في الوقت. بالنسبه لاستئصال المرارة بيتم اخذها من مكانها وشفطها من خلال المنظار لخارج الجسم ولا بيتم قصها ولا بيتم ايه بالظبط؟ بيتم استئصالها يعني قصها تقريبا بيبقى من القنوات اتصال المراره بالقناه المراريه. نعم. اتصال العنق بتاع المراره من تحته. نعم. على طول القناه بتاعت المراره نفسها هي اللي بيتم استئصالها. نعم. او قصها وتستأصل المراره نفسها من بعد ما تم استئصالها من العنق. كيف يتم سحبها خارج الجسم؟ عن طريق ثقب من هذه الثقوب برضه. يعني برضه بيبقى الكاميرا شايفه ويروح بالزبط. ياخدها بالظبط، بياخدها بيمسكها ويطلع بيها لبره بالظبط كده، ما بتسيبش وراها بقى بليدنج نزيف ولا اي حاجه. لو في اي حاجه من الحاجات دي بيتم التعامل معاها، بيتم احتوائها ازاي بالمنظار؟ لقيت في بليدنج بيحصل نزيف بنفس هو نفس المفهوم بتاع الجراحه التقليديه. تمام. هنا مفيش فرق. هو بنفس الالات وبنفس الطريقه، احيانا بيبقى في الات للكي وبيبقى في ربطات ان احنا الغرز الجراحيه زي ما بتتاخد في الجراحه التقليديه بتتاخد في المنظار. تمام. طيب هنرجع تاني لمساله البنج. هل في عمليات المناظير، بس قبل ما اقول هذا الكلام اقول للساده المشاهدين ما زلنا معكم والحديث موصول في برنامجنا استاذ في الطب، ومعنا في اللقاء الطيب الدكتور احمد يحيى استشاري الجراحة العامة والمدرس بكلية طب جامعة القاهرة القصر العيني، والحديث حول موضوع المناظير كصيحة طبية عريضة ومفيدة بشكل جيد جدا جدا في الطب ولصحة الإنسان. وبنتكلم عن أشياء كثيرة. لمن يريد التواصل مع الدكتور أحمد يحيى استشاري الجراحة العامة هناك رقم للواتساب، الدكتور بيرد على الواتسات اللي بتجيله، وهناك رقم آخر خاص بالعيادة للتواصل مع العاملين بالعيادة. ده جانب. الجانب الآخر احنا طبعا ما زلنا في الموضوع المتعلق باستئصال المرارة كأحد الاستئصالات أو الأعضاء اللي بيتم استئصالها بالمناظير. البنج يا دكتور كلي ولا جزئي؟ البنج كلي. كلي. ليه كلي؟ رغم الموضوع بسيط يعني. المرارة سواء انها بالجراحة التقليدية او بالجراحة المناظير لازم كلي. لازم كلي لانها تقع في منطقة معينة، المنطقة دي صعب السيطرة عليها بغير البنج الكلي. وحتى في بعض الـ الطرق بتاعت البنج ان هو تخدير عن طريق الظهر ويبقى فيه التخدير يوصل لفوق بيبقى صعب على المريض أثناء العملية، علشان كده الاختيار فيها سواء تقليدي أو بالمنظار يكون بنج كلي. كلي. تمام. العملية تستغرق قد إيه بالمنظار عن العملية القديمة بالفتح؟ العملية بالمنظار بتاخد وقت، يعني الشغل نفسه بياخد حوالي نص ساعة بس. لكن احنا لما بنعملها تقليديا الشغل نص ساعة بس قبلها فتح وبعدها قفل. يعني هو نفس الشغل بس قبلها زي حكاية القيصرية مثلا بالنسبة للسيدة اللي هي ابتلت. طيب بالنسبة للمثول للشفاء للمريض بعد عملية المنظار او تم استئصال المنظار، بياخد وقت طويل ولا بياخد وقت بسيط؟ المريض تاني يوم بيبقى في بيته وبيمشي ويتحرك وينزل الشارع، بعد أسبوعين بيفك الغرز، على الأكثر بعد أسبوعين بيفك الغرز. تمام. وبيبقى بيستعيد حياته بطبيعة طبيعيا جدا جدا وكأن شيئا لم يكن. تمام. طيب هنقول بقى سؤال، يعني مش هناخده يعني صريح أو إجابته مش هتكون صريحة، ولكن هنقول التكلفة في عمليات المناظير عن العمليات التقليدية هل بتكون أعلى في التكلفة عشان استخدام المناظير ولا بتبقى قريبة منها؟ حضرتك
كنا زمان واحنا بندرس في الكلية نعم. ده كانت تندرج تحت عيوب المناظير التكلفة العالية القيمة العالية أما الآن زي أي تكنولوجيا في الدنيا متقدمة كل ما التكنولوجيا بتبقى ليها وقت أكتر بتنزل في قيمتها بتقلل السعر بتاعها بتقلل بيقل جدا نعم. لحد ما دلوقتي كان زمان في فرق كبير نعم. ممكن يوصل للضعف أو أكتر من الضعف نعم. مع المنظار نعم. أما دلوقتي بقى الفرق لا يستدعي أن المريض يدفع الثمن فتح الفرق بقى قليل نعم. في فرق لكنه قليل قليل. طيب طبعا هناك من عفوا من المسائل الشائعة اللي بتصيب بها الكثير حتى من الشباب الزايدة. الزايدة طبعا دي بتيجي في اليمين اعتقد ايوه في اليمين ودي شائعة حتى لو بيكون حد عنده مغص او كده وبنسأله انت الألم اكتر ناحية اليمين ولا ناحية الشمال ولا في المنتصف على اعتبار يعني يبقى في تشخيص مبدئي نجري بيه على المستشفى علشان خاطر لو كانت زايدة. والزايدة شائعة جدا جدا برضو. هل يتم الزايدة زمان كانت عبارة عن فتح وقصة طويلة أنا فاكرها، هل النهاردة المناظير استعادوا بيها في عمليات الزايدة عن الجراحة التقليدية؟ اتفضل يا دكتور. كويس أن حضرتك ذكرت الزايدة، وإن كان مع الشباب طبعا بتكون أكتر أكتر نعم، وإن كانت مع البنات أكتر وأكتر أكتر وأكتر صح، وإن كانت كمان مع البنات المناظير لها قيمة أعلى جدا ما شاء الله، لأنها بتوريني كل حاجة نعم، بتخليني أن أنا داخل بستكشف الزايدة والمبيض والقنوات والأمعاء والغدد الليمفاوية والرحم، وأستبعد كل ما يمكن أن يعطي نفس الصورة بتاعت التهاب الزايدة علشان أكون على بينة مش أبقى بشيله خلاص. نعم نعم. يعني ممكن يكون مثلا بتشيل زايدة في الجراحة التقليدية بينما هناك في شيء تاني هو اللي مدي العرض تمام فما كنتش وصلت له، يبقى أنا جرحت جدا. المريضة ومع ذلك ما وصلتش للسبب الرئيسي. صحيح، ده كان يحدث، ده كان يحدث طبعا ودلوقتي حتى لو حدث لو أنا بالمنظار يعني لو فرضا جدلا إنها تشخصت تشخيص غير دقيق بإنها التهاب في الزايدة نعم، والمنظار دخل وشاف الزايدة وما حولها المبيض أو ولقى إن في التهاب فيه بيتم التعامل معاه تمام. يعني إذن هو مش بس علاجي هو كمان تشخيصي نعم، ودي القيمة الأعلى في المنظار واللي اللي كنا بندفع تمنها زمان بالجراحة التقليدية بفتح استكشافي من فوق لتحت عشان نعم. أعرف أوصل للسبب الدقيق تمام. ده هيخليني أطلق عبارة الآن وهي هل يعتبر المنظار الاستكشافي هو عبارة عن نوع من أنواع الديانوسيس أو التشخيص المساعد للطبيب؟ هو استخدام من استخدامات المناظير، استخدام من استخدامات المناظير، يعني أحيانا في بعض العمليات أو في بعض التشخيصات الكبيرة جدا نعم. يعني في بعض الأورام السرطانات وخلافه نعم. بيبقى الحل الأخير في سلسلة الفحوصات منظار نعم. يعني بطلب من المريض اعمل سونار، أشعة مقطعية، رنين، اعمل لي تحاليل دم أنا عايز أوصل في النهاية لحاجة دقيقة أدق بكتير نعم. أديله بنج وأعمله منظار تمام. المنظار في الحالة دي جزء من التشخيص. من هذا الحديث هناك سؤالين، هل من الممكن القيام بعمل منظار من الممكن يغني عن بعض الإجراءات أو الفحوصات اللي تتعمل قبل هذه العملية؟ كان مثلا يستغنى عن الإشاعة أو عن السونار أو عن تحليل معين باعتبارنا يكون معايا المنظار، ولا لازم أمر بكل هذه المسائل؟ أكيد، وده بنلاقيه بشدة وبيفرض نفسه في الحالات الطارئة نعم، يعني في الحالات الطارئة اللي لسه مش هعمل بقى فحوصات مفيش وقت المريض قدامي محتاج ان التدخل السريع لابد ان انا اعمل حاجة نعم. الحاجة دي هتكون جراحة العيان ده مش هيستحمل اكتر من كده وحالته تتحمل المنظار ودي احط تحتها 100 خط 100 خط احمر
ان هو حالته تتحمل المنظار. تتحمل المنظار. لو حالته تتحمل المنظار اكيد تعرفها ازاي يا دكتور احمد وانت ما عندكش مثلا استشاري قلب او استشاري صدر في هذه اللحظه وهو في الطوارئ وحاله طارئه، تعرفه ازاي؟ لا هو مش هيكون عيان عنده نزيف حاد وهدخل بالمنظار. مش هيكون عيان مش قادر ياخد نفسه بصوره طبيعيه وهدخل بالمنظار. ففي حاجات بتتعرف من الفحص ومن الصوره المرضيه بتاعته. تمام. فدي اكيد بتكون واضحه. بتحتاج استشاري اكتر من اخصائي. اكيد. عشان طبعا القصه لما تكون في حاجه زي كده محتاجه برضو استشاري باعتبار ان هو يشوف حاجات كتيره ممكن أكيد. الاخصائي ما يشوفهاش. اكيد. مظبوط؟ طيب يعني اذا عايز تقول حضرتك بانه ان 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 المنظار من الممكن يستغنى بيه عن بعض الاجراءات في الفحوصات في حاله الحالات الطارئه. ما دون الحالات الطارئه لابد من الاجراءات كلها. لابد من الاجراءات كلها. نعم. سواء بدخل بالجراحه التقليديه او بدخل بجراحه المنظار. لكن في النهايه جراحه المنظار بتضيف على جراحه الجراحه التقليديه ان انا ببقى شايف كل حاجه قدامي. تمام. يعني تمام. بميك شور بتاكد اكثر من كل الفحوصات. نعم. لان في بعض الفحوصات بتكون غير واضحه. تمام. او غير دقيقه ودي بنشوفها كتير في واقعنا. نعم. سؤال ارجو ما يزعلش حضرتك. هل التشخيص بالبنظار اقوى من تشخيص الطبيب باعتبار انه بيشوف اكتر؟ ونقول الصراحه قصد حضرتك التشخيص في العياده او التشخيص بالفحص الكلينيك العادي. اكيد اللي بيشوف اكتر من اللي بيسمع. نعم. هو ادق. يعني انا ممكن ان انا اوصل لتشخيص وادعمه بالعمليه. وادعمه بالعمليه طبعا. نعم. ادعمه في العمليه وان كان قليلا ولابد ان هو يحصل، واللي يقول غير كده يبقى يعني ايه بيتكهن او بيقول كلام غير دقيق. هذه المقوله تقودني لسؤال اخر، وهو هل من الممكن ان الطبيب المعالج او الجراح يقوم بعمليه تشخيص معينه للمريض فبناء عليها ياخذ قرار، ثم عندما يقوم بعمليه المنظار يجد امور اخرى فتتغير القرارات؟ اكيد يحدث. اكيد يحدث. وده شيء لا يعيب احد. ده شيء لا يعيب احد، لان في بعض الامراض بنوصل لمرحله ان مفيش اي شيء يشخصها. نعم. وفي الحاله دي ظهر في الطب من قديم الازل فرع من او جزء من الطب اسمه الاستكشاف او العمليات الاستكشافيه. نعم. العمليات الاستكشافيه فيما مضى كانت او حتى الان في بعض الأمراض تخصصات تستدعي فتح من أول البطن لآخر البطن. نعم. بالطول. نعم. وفي الأطفال بيكون مشابه لي وغالبا بيكون بالعرض. بالعرض. فالنهاية ده باعتبار إن الأطفال ما بتعبرش أو ما بتقولش إيه اللي بيوجعني، بتبكي بس. طبعا إحنا بنلجأ. دي صعبة طبعا. احنا بنلجأ لفحوصات كتير علشان نقدر نوصل لتشخيص دقيق قبل الدخول في العمليات. نعم. لان بعض الحالات بتبقى مش محتاجه عمليات. تمام. ولكن احيانا بعد ما نستهلكها كلها ويبقى برضو التشخيص بعيد منها. نعم. من كونسلت ودكاتره. تمام. مش بس من شخص. تمام. من هذا الحوار الجميل ياتي سؤال اخر، وهو هل المناظير تصلح لجميع الاعمار من اول اطفال حديث الولاده لغايه كبار السن اللي عدوا ال 70 وال 80 ولا الاعمار معينه؟ لجميع الاعمار. لجميع الاعمار. بيتم استخدام جراحات المناظير للاطفال الصغيرين. اكيد. وبيكون مجدي؟ اكيد. يعني الطفل بيجيب نتائج فعاله جدا. يعني مثلا احنا بنقول انه بيتم ماشي نتائج فعاله، لكن انا بتكلم على الاحتياطيات. دايما كل مشاكل العمليات الجراحيه متعلقه بالبنج والتخدير، وان استحمل فلان وفلان ما استحملش وحاجات زي كده. انت بتقول بالنسبه للكبار بنطمن من ناحيه القلب من ناحيه السد من خلال استشاري. هل الطفل برضه بيكون في اساتذه بتقول الاول ينفع ليه او ما ينفعش المنظار وملء وعاء البطن، ولا مش بالضروره تحتاجه للطفل هذه المساله؟ طبعا هو جراحه الاطفال. نعم. ليس من تخصصي. ايوه في جراحه اطفال. وان كان بالعكس ده في الاطفال
المفترض ان هم صحتهم بتكون افضل. افضل وبيكون ما عندهمش صحتهم مش مستهلكه. نعم. يعني ما عندوش ما هواش طالما هو مش مريض قلب. مش مولود بعيد خلقي في القلب. احيانا بيبقى نازل بنته في النفس مثلا، بيكون عنده حاجات زي كده، تعرض للاكسجين. اكيد ده بيتم عرضه على استشاري او اخصائي تخدير قبل ما ياخد البنك، وده بيشارك في القرار في هذه الحاله. تمام. طيب يعني طبعا ارجو ان يكون اللي يعني ان يكون في هذه اللحظات صح، رغم ان هو الوقت صعب بالنسبه للمشاهده، ولكن ارجو لمن يتابع هذه المساله ان من خلال هذه الحلقه يعني انا بحاول اعمل سبوت قوي جدا جدا على كل ما يتعلق بالمناظير سواء تكنيكال او نظري، على اعتبار الناس تستفيد وتفهم يعني ايه مناظير، وخصوصا لما يكون معانا ضيف زي الدكتور احمد يحيى استشاري الجراحه العامه والمدرس بكليه طب جامعه القاهره، اكيد بنستفيد ونتعلم من اساتذتنا في هذا المجال. طيب احنا كنا بنتكلم عن الزايده، والزايده حضرتك قلت انها اكثر شيوعا بالبنات والشباب اكثر، وقلت حضرتك ان المنظار اصلح جدا جدا للبنات تحديدا. تمام. ليه اصلح جدا جدا؟ علشان بتشوف كل حاجه؟ اكيد. عشان بتشوف كل حاجة. أولا دي أول قيمة. إن أنا بشوف كل حاجة فبوصل للتشخيص بدقة متناهية. تمام. تاني حاجة بالنسبة للألام بعد العملية. نعم. أكيد الألام بتبقى غير، مفيش مقارنة خالص. المقارنة تخيل حضرتك إنها تبقى في جرح 5 سم على الأقل، لأن أحيانا في بعض الحالات الصعبة بيتطلب تمديد الجرح أكتر من كده. لكن لو قلنا أن هو 5 سنتي واستأصلنا منه الزايدة، والخمسة سنتي دول كل سنتي منهم هياخد غرزة. نعم. ولا هيبقى هو سنتي واحد بس. نعم. وهياخد غرزة واحدة بس. تمام. أكيد الألم هيكون أقل. نعم. طيب في بعض التهاب الزايدة بيكون فيه التهاب صديدي في الزايدة. لسه كنت أسأل هذا السؤال. يعني الصديد اللي موجود جوه. نعم. في بعض الأحيان بل في أحيان كتير بدون مع كل المحاذير، رغم كل المحاذير اللي احنا واخدينها والتنظيف واعطاء المضاد الحيوي في الوريد ومضاد حيوي في الجرح وكل شيء، لكن مع ذلك الصديد ينتقل الى الجرح. تمام. فال 5 سم يبقوا عباره عن 5 سم من الصديد. نعم. وتبدا المعاناه لمده شهر او شهر ونص بعد العمليه. ناهيك حضرتك عن الشكل النهائي لهذا الجرح. تمام. وده اللي بيمس الفتيات اكتر. تمام. نعم. طيب يعني احنا كده لو الزايده وصلت لمرحله الالتهاب البريتوني المنظار بيكون اقوى واجدى واصلح في هذه الجراحه. اكيد. عكس الجراحه التقليديه. الجراحه التقليديه اكيد في هذه الحاله بيبقى لها دور، ولكن هذا الدور يتم التعامل معه بالمنظار بكفاءة عالية. عالية. هل ما زال هناك بعض الأطباء أو الجراحين اللي يستخدموا الجراحة التقليدية في عمل الزايدة مثلا أو استئصال المرارة، ولا هناك شروط تخضع ليها هذه المسألة يقررها الطبيب، ولا هناك بعض الناس دون شروط ما زالت تعمل مش بالمناظير؟ أكيد في ناس لازالت تعمل بالجراحة التقليدية في كل حالاتها. إلا أن المنظار أكثر شيوعاً الآن، يعني أصبح أن جراحات المنظار منتشرة موجودة في كل مكان. نعم. طيب لو احنا قلنا مثلاً الحجة يعني اللي هو مازال يعمل بالجراحات التقليدية، إيه حجته؟ هل هو يرى أن الأمر بالجراحة التقليدية أفضل وأحسن، ولا هل هو مش حابب أن هو يتطور مع التطور، ولا إيه بالظبط؟ علامة طيب. استفهام يعني. اولا في حالات، خلينا متفقين ان في حالات لابد ان احنا نلجا فيها للجراحه التقليديه، وهذا شيء اتفقنا عليه. متفق عليه، الطبيب هو اللي بيقوله. لسبب في ما. بعض لسبب ما ان احنا مش هنقدر نوفر للمريض. نعم. هذا الخيار الجيد. تمام. والرائع. تمام. مش هقدر اوفر لك هذه الخدمه ان انا اعمل هذه العمليه بالمنظار الجراحي. نعم. فلابد أن يكون الجراح يجيد عمل العملية بالمنظار،
وجيد عملها برضه بالجراحه التقليديه. تمام، زي السواق الاوتوماتيك والسواق المانيوال. بالظبط كده. اصبح حضرتك دلوقتي من المفارقات. نعم. ان الجراحين الصغيرين في اوروبا وفي امريكا، نعم، ممكن ما يعرفش يعمل العمليه التقليدية. بالجراحه التقليديه من كتر ما هو من ساعه اوتوماتيك على طول. اوتوماتيك بالظبط، منظره فقط. نعم. ولكن اكيد يعني ان لابد في بعض الزملاء اللي بيفضلوا الجراحه التقليديه، وعفيني من الرد على الاسباب. ايهما امهر؟ لا، انا هنا لاوضح الرؤيه للساده المشاهدين، هو ده الاعلام. ايهما امهر؟ الطبيب الذي تعود على عمل الجراحه التقليديه وتعود عليها ونجح فيها وبعد كده شاب منظار، ام الطبيب الذي عمل بالمنظار على طول؟ الجراح الذي يجيد كلا الامرين. نعم، هو ده الأكفأ. الأكفأ اللي هو ده زي ما بنقول بلهجتنا ما بيتزنقش. كده شغال وكده شغال. صحيح. تمام. إذن ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا أستاذ في الطب، ومعنا في اللقاء الطيب الدكتور أحمد يحيى، استشاري الجراحة العامة والمدرس بكلية طب جامعة القاهرة، والحديث موصول حول المناظير. المناظير كأحدث صيحة طبية في علاج الكثير من الأمراض وفي علاج الكثير من التخصصات. وبنتكلم مع الدكتور أحمد يحيى بصفته جراح في هذه المسألة، وبنستفسر عن دور المناظير في أطر العلاج وعلاقتها أو بالمقارنة بالجراحات التقليدية. وطبعا هناك رقم خاص بالواتس آب، ده خاص بالدكتور أحمد يحيى، حتى يرد بنفسه بس من خلال الواتس على أي استفسار أو أي شكوى أو أي استشارة. وهناك أيضا رقم خاص بالعيادة، موجود مصاحب لهذا الرقم. وطبعا في هناك أرقام خاصة بالتواصل للقناة، ممكن جدا أي حد عايز يسأل أو يستفسر عن شيء إن شاء الله بنجيبه من خلال ضيفنا الكريم الدكتور أحمد يحيى. عودة مرة أخرى لموضوع المناظير، وهقول للدكتور أحمد الآن على مستوى العالم مشاكل القولون زادت بشكل غير عادي، وكمان بقى دخلنا في قصة ثانية برضو للأسف الشديد، الأورام المتعلقة بالقولون وبالشرج برضو زادت بشكل غير عادي، وده نتيجة بيقولوا سوء تغذية ونتيجة حاجات كتيرة جدا في الأتموسفير في العالم يعني أو في الجو. فما هو دور المناظير مع مشاكل القولون؟ اتفضل يا دكتور أحمد. طبعا مشاكل القولون عديدة وكثيرة ولا يكاد يخلو منها بيت. نعم. إما كانش لا يكاد يخلو منها شخص. نعم. فلا لا، كل أشخاص البيت عندهم قولون دلوقتي. بالظبط كده. مفيش حد ما عندوش قولون. بالظبط. ولكن أغلب، الحمد لله من فضل ربنا، إن علينا على الأقل في مصر إن أغلب أمراض القولون يتم علاجها طبيا بعيدا عن الجراحات. نعم. ولكن يبقى إن عندنا حصة مش قليلة من التعامل بالمناظير اللي لابد إن احنا نتعامل جراحيا. خليني إن أنا حضرتك أعمم إن القولون والمستقيم، أكيد إن دلوقتي في الجراحات تستفيد من جراحة من إدخال المنظار فيها. أنا بقول في مصر أو في عالمنا العربي عموما، لأن بره في أوروبا وفي أمريكا بيبقى نسبة سرطانات القولون أكيد أعلى من عندنا بكتير. تخيل حضرتك إن في مكان واحد في كاليفورنيا في أمريكا من 2008 ل 2012 تم إجراء حوالي 33 ألف استئصال للقولون والمستقيم بالمنظار في هذه الأربع سنوات. 33 ألف حالة في كاليفورنيا، بلد العلم والتقدم. كاليفورنيا فقط، يعني كاليفورنيا دي عاصمة طبعا، مدينة من مدن أمريكا العالمية. تمام. نعم. فأكيد هم عندهم الاعتماد على المنظار والاعتماد على العمليات في القولون عالي جدا. ليه؟ واي يعني إيه السؤال؟ ليه السؤال هذا الرقم في كاليفورنيا كبلد متقدم تم استئصال او تم العمل ل 33 في الغرب عموما؟ في الغرب عموما. نعم. امراض القولون سرطانات القولون واورام القولون اعلى بكتير. قد يكون ده بسبب التشخيص الاعلى. قد يكون ده بسبب الوعي الصحي،
لكنه السبب الأعلى والأوثق من كده حياة الناس وطبائعها، الطبيعة الغذائية، إن هم اعتمادهم على اللحوم بشكل أكتر، اعتمادهم على الفاست فودز الأكلات السريعة بشكل أكتر من عندنا بكتير، اللايف ستايل بتاعهم، حياتهم، طريقة الحياة، النمط في الحياة مختلف عننا بكتير. ويزيد على الكلام ده الريس بتاعتهم أو السلالات. أكيد كل هذه العوامل بتؤدي إلى أن عندهم نسبة الإصابة بسرطانات القولون والمستقيم أعلى بكتير، لكن لا يزال أن احنا لينا فيها نصيب برضه، ولكن نصيب أقل الحمد لله من فضل ربنا عليها. يعني اللي قاله الدكتور أحمد يحيى في الإجابة دي كلام مفيد وجميل، أن هم يعني عندهم أسباب متعلقة بيهم في الوراثة، في الجنس، في أكل اللحوم، في الفاست فودز، الأكلات السريعة، لكن في جملتين قالهم ما يطمنوش يقلقوا اللي مركز معايا. قال ده نتيجة التشخيص الأعلى ونتيجة الوعي الصحي الكامل. هل إحنا عندنا التشخيص مش قوي، وهل إحنا مش عندنا وعي صحي كامل؟ اتفضل يا دكتور. دي من المشاكل اللي كلنا بنلاقيها دلوقتي. أيوة، الوعي الصحي عندنا أكيد متدني، مما لا يدع مجالا للشك. تمام. المريض بيأتينا أحيانا في حالة متقدمة وهو عنده الشكوى بقالها سنين، وكان لو لحق نفسه من البداية كان ربما تم التعامل معها بأبسط التدخلات، لكن أحيانا يأتينا وهو بعد ما خلاص أصبح من الدرجة الرابعة، لو إحنا بنتكلم عن الأورام أو السرطانات. فإحنا شعب صبور. تمام، خلينا نتكلم. يعني أنا برضو بمثل المشاهد، خلينا نتكلم معاك بمنتهى الصراحة والوضوح. تعلمنا من حضرتك ومن أساتذتنا في الطب بأن الأورام الخبيثة مش بتؤدي إلى آلام، ومن خبثها بتبقى موجودة لكن ما بتديش آلام، فبعض الناس ما بيشعرش بآلام فلا يتوجه للطبيب أو للكشف أو للفحص، فممكن جدا المسألة تتقدم بالنسبة له علشان خاطر هو مش حاسس بآلام، لأن المصري لا يذهب إلى الطبيب إلا إذا شعر بألم وألم شديد، وإحنا زي ما تقول شعب صبور. ليه ما بيكونش في برامج توعوية أو برامج صحية أو برامج طبية تشرف على وزارة الصحة بحيث الناس تعمل فحص إكلينيكي كل فترة، ما نوصلش بقى للدرجة الرابعة عشان بس ما نظلمش المواطن؟ إيه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ أولا خليني أرد على نقطتين حضرتك قلتهم. أولا مسألة إن هي لا تؤدي إلى آلام وبالتالي المريض لا يبحث عن الحل. نعم. فكلمة صح ولكن جنبها كلام تاني أصح. اتفضل. إن هي تؤدي إلى أشياء أخرى غير الألم. نعم. يعني تغير طبيعة الهضم بتاعته. في حاجة غلط. بس هو بيصبر. بيسكت عليها. ويتعود على الغلط اللي مش طبيعته طول عمره. هل الغلط متعلق فقط بالمريض أو بالمواطن ولا ممكن يكون بالطبيب؟ لأن أنا عندي واقعة خاصة بي وعايز أحكيها. أنا كان عندي مشاكل في الشريان اللي هو الجذر في القلب، وتوجهت للطبيب اللي كان عامل لي دعامات قبل كده، وقال لي أنت كويس يا أستاذ أحمد وبتتدلع ومفيش حاجة قوم روح. قلت له أنا تعبان. قال لي لا قوم روح. ورحت للطبيب تاني وقال لي اعمل لي برضه رسم قلب، وعملت رسم قلب جميل والدنيا حلوة والكلام ده كله. في الآخر بقى في لحظة في اليوم اللي كنت بموت فيه قلت له أنا بموت دلوقتي حاليا. قال لي طب تعالى اعمل لك قسطره. راح عمل لي قسطره لقى نسبه نور الدم 3% والشريان قافل. لما بعت صوره المنظار بتاعتي للطبيب الجراح اللي هيعمل لي القلب مفتوح قال له الراجل ده لسه عايش؟ قال له لسه عايش. قال له الراجل ده لو عطس هيموت. اذا انا كنت بحاله معينه ورحت للطبيب والطبيب ما شخص كويس. ايه راي حضرتك؟ اقول لحضرتك مقوله ده على سبيل المثال، اكيد طبعا ناس عندها قصص كتير. طبعا اكيد. أقول لحضرتك مقولة تعلمناها وأساتذتنا علموها لنا في الكلية من زمان. نعم. إن إحنا الطبيب الشاطر هو الطبيب الشكاك. اللي يشك. بالظبط. اللي يشك قبل ما تحصل المصيبة. تمام. إنها ممكن تحصل ولو بنسبة 1%. نعم. اللي بيطلب من حضرتك إنه يفحصك مرة واثنين وثلاثة وما تبعدش عنه في المتابعة. اللي بيطلب من حضرتك فحص واثنين وثلاثة وربما ترجع له حضرتك بالفحص يقول لك من فضلك عيده في حتة تانية. اللي يبقى شاكك في الفحص اللي طلع له ده
هل هو دقيق ولا مش دقيق، وبيدور وأحيانا يوجه حضرتك على المكان اللي هو واثق فيه مليون في المية علشان ياخد بكلامه، لأن ده كلام مصدق عنده وهيبني عليه قرار. تمام. فأكيد الشك في الطب مفيد. يعني أنا مش عايز أخرج بعيد عن بس عشان الدكتور بيتهم المواطن بأنه مقصر. لا أبدا. إحنا كلنا هذا الرجل. كلنا هذا الرجل. أنا عايز أقول أنه يعني برضو إمكانياتنا مش إمكانياتنا التوعية وبرامج التوعية أكيد أنها محتاجة تكون أقوى. إحنا محتاجين أن يبقى فيه دعم للصحة أكتر، محتاجين أن يبقى المريض يبقى أو المواطن العادي يبقى مستوى الثقافة الصحية عنده أعلى. كلنا بما فينا إحنا دكاترة محتاجين هذه النسبة من الثقافة، محتاجين التوعية، محتاجين أن إحنا لا نصبر على مش ألامه فقط. نعم. لا، في أعراض أخرى غير الألام. نعم. في أعراض تخليني أخد لابد أن أنا أفحص، هعمل فحص مش هيكلفني نص ساعة. نعم. ولكن ربما يحمي حياتي. بالنسبة برضو بمناسبة الفحص، برضو لو أنا بتكلم على الكيس أو الحالة اللي أنا كنت فيها، برضو لما تم فحص بعمل رسم القلب، ما هو رسم القلب ما بينش، لو عضلة القلب قوية هتديك ديك طق يعني هديك الدنيا كميلة. لكن في مشكلة أصلا مصاحبة للقلب وهي الشريان. فالشريان مش باين، فهل رسم القلب هو الشيء الوحيد اللي ممكن لما حد يشتكي يروح للدكتور يعمله له ويقيس له الضغط، ولا في حاجة تقنية أعلى توصل له كان في مشكلة في الشريان التاني؟ أكيد يسأل عنها. يعني تجربة أنا عشتها. يسأل عنها بقى دكاترة القلب. بالظبط. دكاترة القلب. لكن أنا بس الشيء بالشيء يذكر، لأن من أنا ساعة لما رحت للطبيب وقال قوم يا عم أحمد أنت تتدلع، الموضوع لما يعني في نفس التوقيت قال لك ده محتاج قلب مفتوح حالا يخش العمليه حضرتك، حالا يعني ده الراجل هيموت حالا، ده اللي انا اقصده. حضرتك بتحكي قصه بنعيشها كلنا بابعاد مختلفه. نعم. ولكن حضرتك كمريض او كنت مريض. نعم. الحمد لله ربنا يعافيك. الحمد لله. كان عندك وعي ان انت لابد وكان عندك اصرار انك تبحث عن. نعم. الشفاء. نعم. لكن مع الاسف احيانا ده بيمثل لبعض الناس لا انا ان انا يتم حجزه تحت الملاحظه لمده 24 ساعه وهو مش عارف تشخيصه ايه. نعم. لان احيانا بتبقى الصوره محتاجه مزيد من الفحوصات، مزيد من الاشعاعات، مزيد من التحاليل، تبقى على مدار وقت 24 48 ساعه ربما اكثر ربما اقل. بعض الناس يملوا من هذا. طيب، لان طبعا برنامجنا الاستاذ وليد عماره كل الوقت انتهى، فانا هستاذنك استاذ وليد بس في جمله، يعني الشيء بالشيء يذكر تعقيبا على كلام الدكتور احمد يحيى زميلنا المصور الفنان محمد زكي القط، يعني توفى الله يرحمه تقريبا امبارح اول امبارح حسب ما شفت انا من الفيس وكده وعرفته، وكان برضو الموضوع عباره عن جلطه جات له في القلب وقعدوا يعني حوالي 5 أو 6 ساعات مش لاقيين عنايه مركزه يلحقوه. يمكن لو كان حد عنده خبره شويه، طبعا هو دي اجال، لو حد عنده خبره شويه كان اداله مثلا 4 حبات بلافيكس او حاجه كان عمل توسيع لغايه ما يلاقي مكان. لكن طبعا برضه نتيجه عدم وجود الوعي الصحي والثقافه والتوعيه الطبيه للمواطن عامه بتخليه في حاجه بتبقى بسيطه خالص، وبيبقى الناس علشان مش ملمه وما عندهاش هذا الوعي بيحدث ان بنفقد حاجات كتير. طبعا طبعا ده مش اعتراض على يعني على اجل ربنا، لكن البقاء لله. وبنبلغ عزائنا لاسره الفنان الاستاذ محمد زكي القط الله يرحمه وفي دار الحق. دكتور بشكر حضرتك، كانت حلقة جميلة، استفدت كتير، وإن شاء الله وبإذن الله هنتواصل، وبإذن الله تعالى هنشوف ميعاد البرنامج اللي يناسبنا أصدر إن شاء الله، هنشوفه يعني وكده ونقرر، وبإذن الله تعالى هنكمل مع حضرتك، لسه في كلام كتير في المنظمة. شكرا دكتور أحمد. ألف شكر. الله يخليك. في نهاية اللقاء أشكر باسمكم الدكتور أحمد يحيى استشاري الجراحة العامة والمدرس بكلية الطب القصر العيني بجامعة القاهرة، شكرا لك يا دكتور أحمد. وشكرا لمعدة البرنامج الأستاذة نورهان، وهذا أحمد يوسف كان معكم، وطبعا بشكر أسرة العمل في التصوير محمد نجاح، وفي الإضاءة هاني الجمل وإبراهيم علي، وفي الصوت كرماني طه، وطبعا بشكر مخرجي الجميل وأستاذي الفاضل الأستاذ وليد عمارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.